لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الاولى. والحقيقه ان الاجواء لطيفه جدا. يعني خلينا نتكلم يا جمانة عن عبقريه اختيار المكان عشان نعمل اصلا العالمين الجديده. المكان ساحر بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الرمل بتاعه، الشواطئ ممهده، البحر، المياه الفيروزي اللي احنا دايما بندور عليها يا جمانة. دي حقيقه. يمكن يا شاذ لي واحنا بنتكلم على العالمين الجديده، المكان نفسه يستحق حقيقي ان احنا نيجي هنا ونشوف ايه اللي حصل. الارض زي ما كنا بنتكلم من وقت طويل جدا كنا واحنا بنعدي عليها، كل الناس اللي كانت تيجي الساحل الشمالي كانت بتشوف ارض فضاء، ارض صحراويه مفيش فيها اي حاجه. يمكن حتى واحنا بنتكلم المنطقه نفسها كلها كان فعلا بيبقى فيها نسب اشغال عاليه، لكن فقط في فصل الصيف. دلوقتي احنا عندنا مدينه ساحليه تقدر ان هي تكون مأهوله ومعموره بالمواطنين طول السنه باللي ما فيها من خدمات. ده بجانب بقى يا شاذلي، تخيل انت عايش في مدينه يمكن المشهد ده والمنظر ده دايما موجود قدام عينك، البحر باللون الفيروز زي ما انت اتكلمت موجود قدام عينك، الرمله. يمكن على فكره الناس اللي ممكن تكون سافرت بره مصر عارفين يعني ايه اهميه وجود شاطئ رملي. دي مهمه جدا جدا جدا، بيبقى في فعلا شواطئ لكن فكره وجود الرمله دي مش دايما بتكون موجوده في كل البلاد الساحليه يعني بالعموم او في العموم. فاحنا موجودين النهارده الحقيقه في احد احلى الشواطئ في العالم، شاطئ العالمين الجديده. تخيل بقى كمان بجانب وجود هذا الشاطئ طبعا يكون عندك في فعاليات مهمه زي اللي بتحصل النهارده يا شاذلي، يكون في مهرجان بهذا الحجم وبهذا الزخم وهذا التنوع، ان يكون في فعاليات رياضيه وثقافيه وفنيه وغنائيه متنوعه. ويمكن زي ما كان خلال المؤتمر الصحفي اعلنوا انه هيكون في حفلات غنائيه وهيكون كمان في ان شاء الله دوره مهرجان القاهره للدراما. لما كانت جمانة بتتكلم دلوقتي بتقول تخيل تكون شغال في مكان هنا بما ان هذه هي تصلح للإعاشة طوال فترة العام مش فقط مصيف. تخيل مثلا لو شركتك موجودة في القاهرة وليها مقر مثلا هنا، لأن احنا عارفين طبعا عندنا مدينة العالمين فيها كل وسائل الإعاشة، يعني فيها هيكون فيها مصالح حكومية وفي جامعة وفي أكتر من جامعة، في ثلاث جامعات تقريبا، ففي تفاصيل كتيرة جدا. يعني احنا بنطالب القناة ان هم يفتحوا لنا مكتب هم كمان هنا عشان نشتغل، ويعني برضو يكون المكان ده بالظريف ده يعني اول واحد هيسيب الشغل في القاهره وهيجي هاجي المكتب طبعا. يعني لو عايزين تجيبوا حد في المكتب هنا انا موجود. صوتي لصوتك يا شاذلي ما تنسانيش. لا طبعا اكيد يعني. لا يعني بجد الجو هنا فعلا حلو قوي، المكان حتى حلو قوي، طاقه المكان حلوه قوي، حتى الناس وهي موجوده هنا مبسوطه جدا بهذا المنظر والاجواء اللي موجوده هنا. الحقيقه يمكن حتى كمان وقت المهرجان في ناس كتير جدا موجوده، ونسبه الاشغال ما شاء الله الحمد لله يعني عاليه، مش بس مصريين بالمناسبه شاذلي، يعني في من اشقائنا العرب وفي كمان نسبه اشغال مش بسيطه ابدا بالنسبه للسائحين الاجانب. اعتقد انه نسب الاشغال دي بتدل على فكره المكان، الخدمه الموجوده، صحيح. الفعاليات الموجوده، الاكتيفيتيز او الانشطه اللي موجوده في المكان بشكل عام يا شاذلي. في ناس بقى يعني بخلاف المهرجان في ناس بقى المصيف بتاعها بشكل سنوي هنا بالمناسبه، يعني لان احنا قابلنا ناس واتكلمنا مع ناس بيجوا هنا كل سنه، فتخيلوا كمان مع وجود المهرجان دايما المهرجانات اللي بالشكل ده بتضيف للمكان والمكان هو الاخر بيضيف لهذه المهرجانات. المكان مكان مساحته كبيره، مدينه العالمين الجديده، اختيار المكان زي ما قلت لحضراتكم كان اختيار عبقري، كم كبير جدا من المشروعات الخدميه اللي بتقدم للزائر او للسائح اللي موجود هنا، عدد كبير من الفنادق والقرى حتى اللي موجودين في المنطقه اعتقد ان نسبه الاشغال بتاعتهم هتكون عاليه جدا، لانه من المهرجان من المتوقع انه يستقبل مليون زائر سواء زائر عربي او زائر اجنبي، زائد طبعا الناس المصريين اللي جايين بقى يتفسحوا، الناس اللي متعوده هي كمان ان هي تيجي تتفسح وتتبسط هنا خلال الصيف. صحيح. ونتكلم على مهرجان العالمين الجديده، ليه انه المهرجان ده متوقع ليه ان تكون نسب الاشغال فيه عاليه للدرجات دي، او ليه هيكون بهذا الحجم؟ لانه بمنتهى البساطه المدينه، مدينه العالمين الجديده زي ما كان شاذلي بيكلم مع حضراتكم، مدينه كبيره مؤهله فيها كل الخدمات. يمكن حتى لو انت مش موجود او مش قاعد او مش نزيل في مدينه العالمين الجديده ممكن تكون قاعد في اي مكان حواليها، حتى لو في اسكندريه تقدر في خلال وقت، لو هنتكلم من اسكندريه تقريبا ساعه ونص ساعتين تقريبا او اقل كمان تقدر تكون موجود ساعة زمن تقريبا من اسكندريه حقيقي. حتى التواجد هنا والحضور وان انت تكون موجود في كل الفعاليات مش محتاج اي حاجه خالص، لو في فعاليات محتاجه تذاكر التذاكر موجوده من خلال شركه تذكرتي بمبالغ رمزيه، وفي بعض الفعاليات كمان حتى متهيألي ما فيهاش يعني التذكره بتكون مجانا. لو
فعلا فوت هذا المهرجان اعتقد هتخسر كتير جدا. لازم تيجي وتشوف فعلا الاجواء اللي موجوده هنا قد ايه هي حلوه قد ايه هي مبهجه كمان. صحيح. يلا بينا نكمل جولتنا ونسيب الناس تستمتع بقى بالهواء والبحر. انت مش هتستمتع؟ يلا بينا نكمل جولتنا الاول، نشتغل الاول.